الجزء الخاص بالاندر درايفرز. بعد كده بقى نخش في التوزيعات، لان الدكتور المحاضره دي المفروض لو ما كانش خمس جزء ده يكملوا ويخش بقى في التوزيعات. هو قال لكم البروبابيليتي بس لحد الميدترم ولا ما حددش؟ عندي شانسين راندوم فيريبل متغير عشوائي هو الاسم كده متغير جيم يعني بطريقه عشوائيه من خلال التمرين، تمام كده؟ هصنفه لنوعين، ممكن يبقى ديسكريت او كونتينوس. ديسكريت راندوم فيريبل ماشي كده او كونتينوس راندوم فيريبل. امتى يبقى ديسكريت وامتى يبقى كونتينوس؟ ديسكريت شانسين لو كان عندي راندوم فيريبل ده يعد كاونتر، ممكن يبقى ياخد قيمه ياخد واحد او ياخد قيمه رقم 2 او 3 او 4 ياخد اعداد يعني ماشي كده. اما كونتينوس شانسين لما الراندوم فاريبل بتاعي ده ياخد رينج او ياخد سكيل من كذا لكذا ماشي كده. يعني مثلا لو كان عندي عملت تجربه معينه عدد الكرات مثلا عايز تسحب كوره او عايز كورتين ده الكور ديت ايه اعداد كاونتبل اعداد ايه كاونتبل، فتقدر تقول التجربه الخاصه مثلا بالكور والحاجات دي هتبقى ايه خاص ديسكريت راندوم فاريبل. الراندوم فاريبل بتاعك ده يبقى ديسكريت يعد ممكن تاخد كوره او 2 او 3. اما مثلا لو انت عملت تجربه خاصه بدرجه الحراره مثلا يعني هتلاقي درجه الحراره واخده رينج مثلا درجه الحراره ممكن تبقى من كذا لكذا ماشي ونسي تبقى حاجه كده كونتينوس واخده ايه واخده رينج من كذا لكذا من القيمه الثانيه ماشي كده مش هتبقى كاونت تمام كده. فهنا شونسيز زي ما قلت لك كده هتبقى ديسكريت او كونتينوس. ديسكريت لما يبقى كاونت تاخد قيم واحد او اثنين او ثلاثه وهنا دي كونتينوس الاكس بتاعتك او الراندوم فاريبل بتاعك هياخد قيم في انترفال ماشي كده من قيمه لقيمه ثانيه تمام. الراندوم فاريبل شونسين برضه مصلي بالرمز اكس كده برضه مصلي بالرمز ركزوا بس في الحاجات دي عشان الدكتور بيتقلق فيها. الراندوم فاريبل اقول عليه اكس كابيتال والقيمه اللي هياخدها الراندوم فاريبل هتبقى اكس سمول ماشي كده. القيمه اللي هياخدها الراندوم فاريبل ده هيبقى اكس سمول والراندوم فاريبل ذات نفسه هسميه اكس كابيتال ماشي ونسيت. يعني عندك راندوم فاريبل هرمز ليه برمز اكس سمول والقيمه اللي هياخدها الراندوم فاريبل في كل مره هسميها اكس سمول تمام كده. بعد كده ونسيت عندي هيبقى في الراندوم في حاله السبيد هيبقى طبعا نزوم السرطان دي جت عندكم سرطان جت هنا شمسين هيبقى في حالة الديسكريت هيبقى عندي حاجة اسمها ديسكريت probability distribution ماشي كده والكونتينوس هيبقى برضه كونتينوس probability distribution. بسمي هنا شمسين الفانكشن بتعبر عن التوزيع هنا بسميها probability mass function اللي هنا دي بسميها probability mass function تمام كده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان هنا هيبقى عندك احتمال اي احتمال عندك لما يكون اكس كابيتال كده اكس سمول ده هيبقى اكبر من او يساوي الصفر واقل من او يساوي واحد سمحنا قلنا تمام كده. ويقول لي ان السمشن لجميع الاحتمالات هو احيانا بيعبر عنها بالايه؟ كاف او بي الموز. يعني ممكن يقول لك اف عند الاكس بتساوي اكس سمول او ممكن يقول لك بي الاحتمال عند الاكس كابيتال بتساوي اكس سمول تمام كده. سمشن للبي لما يكون اكس كابيتال تاخد قيم اكس سمول ماشي ده بيساوي الواحد تمام كده. الوقت مجموع جميع الاحتمالات الشمسيه تساوي الايه؟ الواحد زي ما احنا اتفقنا لان كده واحد جميع السامبلز تمام كده. بعد كده في حاجه اسمها عندي كومولاتيف ديستريبيوشن فانكشن. الكومولاتيف الشمسيه عباره عن الاحتمال التراكمي ماشي كده. الكومولاتيف هو عباره عن الاحتمال التراكمي يعني انت مش جيب يعني لو انت مثلا عايز تجيب الاحتمال الكومولاتيف عند الاثنين وكان مثلا التجربه بتاعتك ممكن لها احتمال عند الزيرو والواحد لحد ما توصل للاثنين الكوميوليتيف شانسين عند الاثنين تجيب قيمه الاحتمال عند الاثنين وجميع القيم اللي قبل كده كمان ماشي شانسين. يعني لو انا عندي مثلا الراندوم فاريبل ده ممكن ياخد قيمه صفر او واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه لو انت عايز تجيب كوميوليتيف عند رقم معين هتجمع جميع الاحتمالات لحد الرقم ده ماشي. ده بسميه الاحتمال التراكمي تمام كده. يبقى هنا شانسين هنا انا بقول لك برمز دي برمز ايه شانسين برمز دي برمز كده يبقى الكوميوليتيف برمز دي برمز اف كام الاحتمال العادي برضه مصيب بالرمز اف سمول كده تمام. اف كابيتال عند اكس كابيتال كده شلون سي واخد قيمه اكس سمول ده يساوي السمشن لحد القيمه تي اقل من او تساوي الاكس تمام كده شلون سي. وهتجمع ايه جميع الاحتمالات بتاعتك يعني انت بتجمع جميع الاحتمالات لحد ما توصل لايه للقيمه بتاعتك ماشي شلون سي.
كده يبقى ده بس اسمها ايه تلقم. تمام. بيقول لي ايه في علاقه ما بين الاثنين وبعض زي ما انتم شايفين كده شايفين. لو انت عايز تقيد اي احتمال اي احتمال عادي ده الاحتمال التلقمي تعملها ازاي؟ بتطرح الاثنين من بعض. انا عايز ايه شايفين قيمه الاحتمال بي عند اكس كابيتال بتساوي اكس سمول كده دي بتساوي قيمه الاحتمال التلقمي عند اكس كابيتال كده بتساوي الاكس ماينس اف عند اكس كابيتال بتساوي اكس ماينس واي اللي هو عباره عن طرح اثنين كومولاتيف من بعض هيديك الاحتمال عند القيمه دي. زي ما قلت لك مثلا لو فاتت شخصين فاهم اكس سمول دي واحده صفر او واحد او اثنين لو انا عايز اجيب الكومولاتيف عند الاثنين هتجمع جميع الاحتمالات لحد ما توصل للاثنين. لو انت عايز تجيب الكومولاتيف عند الاثنين هتجمع جميع الاحتمالات لحد ما توصل شخصين لايه؟ للاثنين. تمام؟ دي المفروض هتساوي قيمه الفانكشن عند الزيرو او الاحتمال عند الزيرو وعند الواحد وعند الاثنين. طيب الكوميوليتيف عند الواحد عشان نصير مش ديت عند الزيرو وعند الواحد تمام كده؟ لو انت عايز تجيب دي مش دي عشان نصير اقدر اشيلها واحط قيمه الكوميوليتيف عند الواحد تمام كده؟ يبقى قيمه الاحتمال عند الاثنين هتساوي عشان نصير قيمه الكوميوليتيف عند الاثنين ماينس الكوميوليتيف عند الايه؟ عند الواحد. فانت لو انت عايز تجيب الاحتمال عند اي قيمه تقدر تطرح اثنين كوميوليتيف من بعض. لو عايز تجيب الاحتمال عند اي قيمه تقدر تطرح الاثنين ايه؟ كوميوليتيف من بعض. لان احيانا بيقول لك ايه؟ بيقول لك باستخدام الكوميوليتيف هات الايه؟ هات الاحتمال او هات قيمه الفانكشن عند اكس كذا. ماشي؟ يبقى تقدر تجيبها بطريقتين، هنجيبها بالطريقه العاديه زي احنا كنا شغالين يعني قبل كده ان انت تجيب ازاي تفهم الاحتمال عند الاكس لما يكون واحد او اثنين، هنشوف امثله على الكلام ده، وازاي تجيبها من خلال ايه؟ الكوميوليتيف. تمام؟ الكونتينوس هو الاف اكس ناقص واحد. الاكس ناقص واحد الاكس الاكس كابيتال بتساوي اكس سمول ناقص واحد اكس اكس سمول ناقص واحد ديت مش هتبقى بالسالب؟ لا انا قصدي انا قصدي ناتج الاكس سمول ناقص واحد مش المفروض عندي اعلى احتمال بس حتى اللي عامل احتمال هي دي هندسه دي ده القيم ده اكس سمول اكس دي هتاخد قيم هتاخد واحد او 230 يعني دي مش احتمال لا ده دي قيم اكس لندن فاربل بتاع اكس كابيتال ده رقم فيرب وتاخد ارقام كاونتبل واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه انتجر طب يعني الاف ده نتيجه ده نتيجه هندسه دي يعني نتيجه الاف هي اللي بتديني هي اللي بتديني احتمال او بتديني البروبابيلتي الاف سمول ودي الاف كابيتال كوميوليتيف فناخد امثله عشان ما تلخبطش ما تلخبطش في نفسك دي مالهاش علاقه الاكس دي ممكن تبقى واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه او 100 ماشي تمام زي كده يا ناس زي ما كده دي مش عارفين في حاله الديسكريت ماشي كده بعبر عن الفانكشن بقول لك ايه بسميها probability mass function في الكونتينوس بقى بسميها probability density function تمام نفس الكلام هنا مش عارفين برضو قيمه الاحتمال بتاعك هيبقى اكبر منها بيساوي الزيرو بس هنا بقى هيبقى السمشن بقى من ماينس ما لا نهايه لبوست ما لا نهايه بيساوي مش عارفين ايه الواحد هيبقى الانتجريشن اسف من ماينس ما لا نهايه لما لا نهايه هيبقى واحد الديسكريت وبتعمل سمشن اما في الكونتينوس هتعمل انتجريشن هنا دي اسميها probability density function برضو اي احتمال عندك اكبر منها يساوي الزيرو والتكامل من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه شانسين للفانكشن بتاعتك هيساوي الواحد ماشي كده هنا في الديسكريت كنت بتعمل سميشن مش ده ايه؟ التكامل ما علينا بس ايه؟ حتى لو ما خدتوش بس مش هتاخد يعني طالما انت خدت على الجوينت ممكن ما تاخدش ما اعرفش بقى خدتهم بس هو ده المفروض يعني تشير كونتينوس والاسكريت ايش هنصير التكامل بي من سالب ما نهايه لمدى ما نهايه هيساوي الواحد تمام كده؟ خلاص انا بعد كده هنصير بيقول لي ايه؟ الكوميوليتيف هنصير الكوميوليتيف هنا برضه سوبر لو انت عايز تجيب الكوميوليتيف قلنا هو السمشن لحد ما توصل للاكس هنا برضه هيبقى الكوميوليتيف بتاعك هيساوي التكامل من سالب ما نهايه لحد قيمه الاكس بتاعك ماشي كده؟ لاف اوف اكس دي اكس ده كده شو هنسيب الكوميوليتيف كان هناك سمشن من القيمه لحد ما توصل للاكس ده هيبقى من سالب ما نهايه لحد الاكس ماشي كده؟ لو انت عايز تجيب برضه اي احتماليه عندك هتطرح اثنين برضه ايه؟ كوميوليتيف من بعض. ماشي يا نصير؟ هناخد امثله على الايه؟ الموسيقى.
باشمهندس هيقول سالم مالها ان هي حد اكس كابيتال ولا حد اكس سمول؟ ولا حد اكس سمول لما تكون سالم مالها حد اكس سمول؟ كده كده هتاخد قيمة. بص ده حد اكس سمول، ده حد اكس سمول، ولا اكس كابيتال بتساوي اكس سمول. وبيقول لي خد الاكس بتاعتك ديت هي عباره عن عدد التلفزيونات اللي فيها مشكله. ماشي، دلوقتي انت المفروض هتشتري 3 تلفزيونات من السبعه، والسبعه دول في 2 فيهم مشكله. ماشي كده، دلوقتي عايزين البروبابيلتي ديستريبيوشن. يعني دلوقتي انت المفروض لما تشتري لان بقى واحد معين اللي انت ممكن اول احتمال خالص 3 مفيش فيهم مشكله. ماشي 3 شويه اللي انت تشتري، او ممكن يبقى في واحد فيه مشكله، او ممكن يبقى في 2 من الثلاثه دول فيهم مشكله. وغير كده مش هيبقى في 3 لان اصلا عدد اللاعبين هم اصلا كام؟ 2 بس. يبقى دلوقتي عشان نصين الاكس سمول دي كده اللي هو النمبر اوف ديفكتيف اللي انت ممكن تشتريها، ممكن تاخد 0 او ممكن تاخد 1 او ممكن تاخد عشان نصين ايه؟ 2. يعني دي ارقام كاونتر، ارقام تعد. ماشي كده؟ يبقى انا عشان نصين بتقوم عامل ايه؟ تقوم راسم الرسمه دي كده، هنقول الاكس كابيتال هتاخد قيمه اكس سمول، والاكس سمول دي ممكن تبقى 0 او ممكن تبقى 1 او ممكن تبقى 2. تمام كده؟ يبقى قيمه الاحتمال بتاعي عند اكس كابيتال واخده قيمه اكس سمول. لو كان عندي شخصين مفيش ولا اي حاجه معينه هتبقى بكام الاحتمال بتاعك؟ ولا حاجه معينه بصفر. الاحتمال ده ما تاخدش اي حاجه معينه هتبقى كام؟ 5 على 7 اللي هو الخمسه سلام. ماشي كده على السبعة. احنا هنعملها شخصين ايه؟ هنعملها 2 مشروع بس 2 سي 0 5 هتبقى 5 سي 3. ماشي كده على 7 سي 3 صح كده شخصين هنا انت شاري 3. لو هنا واخد 1 شخصين هيبقى 2 سي 1 5 سي 2 على 7 سي كام شخصين؟ سي 3. مفهوم؟ عندك 2 معدين خدت منهم 1 والخمسه السلام هتاخد منهم في الحاله ايه؟ 2. الصوت يا جماعه انتوا عاملين في المواد حد طلع اشاعه عن المدرسه. السيرش مطلوب كذا مره ولا باخد غياب ولا عليه درجات ولا اي حاجه. لان احتمال انت تاخد 2 معدين من 3 يبقى 2 سي 2 5 سي 1 على 7 سي 3 سي 3. تمام كده؟ ده انت ايه؟ ودي بقى محتاج انت تحسبها بالاله. تمام كده؟ ده تطلع 2 على 7 دي كده هتبقى 5 على 7 ولا كام؟ ودي 1 على 7؟ الأولى ازاي 2 على 7؟ 4 على 7. ماشي؟ لو جيت لاحظت يا شمسين لازم المجموع اهو. مش كده؟ ايه الفرق بين ده واللي احنا كنا بنقول السكشن اللي فات؟
في السيشن اللي فات انا كنت بقول لك ايه، هات احتمال مثلا ان انت ايه وانت بتختار تلاقي مثلا واحد معيب او اثنين معيب، فكنت بتجيلي احتمال واحد بس منهم، يعني ايه بحدد لك انا انت تجيب عند ايه بالظبط. دلوقتي انا بقول لك هات ايه البروبابيليتي ديستريبيوشن بتاعهم كلهم، يعني ايه هات جميع الاحتمالات يعتبر. يبقى الفرق ما بين ده والسيشن اللي فات، السيشن اللي فات كنت بقول لك ايه هات الاحتمال عند اكس معين ماشي كده، اما هنا مش عايزين بقول لك ايه، بقول لك هات الايه جميع الاحتمالات، هات ايه مش عايزين جميع الاحتمالات. طب احنا هنا مش عايزين، لو احنا عايزين نجيب الكوميوليتيف يبقى هنا هجيب الكوميوليتيف عند الزيرو وعند الواحد وعند الاثنين، تمام كده؟ يبقى انا مش عايزين الكوميوليتيف بتاع الكوميوليتيف مش عايزين، لو كانت اكس لو كانت اكس مش عايزين واحد قيمه زيرو مفيش اي احتمال قبلها، يبقى هو ايه هو 2 على 7 50 ماشي كده. طيب لو كانت اكس واحد احتمال واحد يبقى هتبقى عباره عن 2 على 7 زائد ايه 4 على 7 يبقى 6 على ايه 6 على 7. طيب لو كانت اكس واحد احتمال 2 يبقى هتبقى واحد، هتجمع كله واحد، يبقى هنقدر نقول الكوميوليتيف صفر لو كانت اكس 50 اقل من الصفر اللي هو ايه فيما قبل الصفر، تمام كده. والاكس بتاعتك لما تكون واخده قيمه من واحد بس من اسف صفر واقل من الواحد هتبقى واخده القيمه دي، يبقى هنا اكس اكبر من او صفر واقل من الواحد. هنا مش هنسيب لما يكون اكس بتاعتك دي اكبر من او تساوي واحد وما وصلتش لسه للاثنين هتبقى واخده قيمه ايه؟ 6 على 7. لو كانت اكس هتاخد هنا قيمه اكبر من او تساوي الاثنين مش هنسيبها تبقى ايه؟ واحد. ماشي كده؟ هو كده كده الارقام بتاعتك كاونتبل، فالانترفل دي ملهاش اي معنى، يعني انت ايه لا اما واخده دي او دي ماشي كده، ما فيش حاجه اسمها واحد ونص، تمام كده. فهنا مش مصير لو انت دلوقتي ايه لو قال لي باستخدام الكوموليتيف هات مثلا الاحتمال عند اكس مثلا واحد، يبقى هتقول هنا مش مصير قيمه اف عند الواحد هتساوي الكوموليتيف عند الواحد ماينس الكوموليتيف عند الزيرو، فهتطرح دي من دي يبقى هتبقى عباره عن 6 على 7 ماينس 2 على 7 فهتديك شو سي كام؟ 4 على 7 اللي هي نفس القيمه اللي احنا جايبينها هنا، تمام كده؟ يبقى ازاي تقدر تجيب احتمال بالطريقه العاديه؟ هنرسمه كده، عايز تجيب كومبليتيف وبتطرح من دول ايه؟ من بعض. نعم. نعم. هنا هندسه ده الكومبليتيف لما يكون اكس بصفر فهو لسه ما وصلش لكم في واحد. وهنا دي لما يكون اكس ايه؟ واحد بس لسه ما وصلش لاثنين، وهنا اكبر من اثنين خلاص هو اصلا قيمه الوحيده ماشي. هنا انا كان اقل من الصفر ما كانش فيه احتمال اصلا طب صفر تمام. هو لما قال لي هات الكوميوليتيف عند اكس متساوي عند اكس متساوي واحد هو التعويضه دي بقت يعني متساوي واحد مش لا دي مش كوميوليتيف ده الاحتمال عند الواحد هتطرح اثنين كوميوليتيف من بعض اي دي لا مش اي دي من عند الواحد تطرح الكوميوليتيف عند الواحد ناقص الكوميوليتيف عند الاقل كده لو عند الاثنين هتطرح الكوميوليتيف عند الاثنين ماينس الكوميوليتيف عند الواحد ماشي. انا بكتب لكم القانون هنا كده عند الاكس هنا اكس وهنا اكس ماينس واحد الفانكشن بتاعها اللي عبارة عن توزيع كالكونتينوس وليها الصورة دي مش هنسيبها.
كنت الفانكشن بتاعتي كان 2 في اكس 2 على 5 لما يكون قيمه اكس من 0 ل 1 وجاب صفر في اي ايه في لا يقام كان يعني كده زي ما انتم لاحظين احنا ماسكين كده ديت ايه كونتينوس فايه ده عندك اكس واخده ايه كام ايه انترفال واخده قيم في فتره من قيمه كسر كذا تمام. اول حاجه شمسين بيقول لي اثبت ان الاحتمال ال اكس اكبر من الصفر اقل من 1 يساوي 1 وتاني حاجه بيقول لي هات قيمه الاحتمال عند اكس اكبر من ربع اقل من النص وتاني حاجه قال لي هات الكوموليتيف ديستريبيوشن اقل تمام. هنا شمسين لما احنا كنا اتكلمنا قلنا الاحتمال كان المفروض من سالب ما نهايه لموجب ما نهايه التكامل بتاعك يعني كان المفروض 1 بس هو هنا حدد لك قال لك ايه الفانكشن ليها قيمه في الفتره في الاكس من 0 ل 1 بس تمام كده. يبقى هنا لما تيجي تجيب عايز تثبت ان هي بروبابيلتي ديس فانكشن يبقى لازم تعمل ايه التكامل من 0 ل 1 في الفتره اللي ايه اللي الداله معرفه فيها او لها قيمه يعني لان الداله ليها قيمه صفر في اي وقت إيه؟ في اي قيم للاكس ثانيه تمام كده. يبقى تقول هنا شمسين هنا هتجيب التكامل من 0 ل 1 ل 2 اكس ل 2 على 5 دي اكس ماشي كده. لما تيجي التكامل ده هيطلع فعلا بايه؟ التكامل ده بسيط وسهل مش فيها حاجه. هتعمل اس 1 اسم الاس الجديد تمام كده وتشيل قيمه اكس حتى مره بواحد ومره بصفر ده هتطلع معاك بايه؟ بواحد ماشي. تقدر تقارن ال 2 على 5 يبقى اكس على 2 زي 2 اكس وتعوض هيديك ايه؟ هيديك الانتجريشن واحد حتى لو عملتها بالاله تقدر تعمل شيء تمام؟ تاني حاجه بيقول لي ايه؟ بيقول لك الاحتمال لو كانت اكس بتاعتك اكبر من ربع واقل من نص الاحتمال بتاعت بي لو كانت اكس اكبر من الربع واقل من النص ده شمسين يساوي التكامل من الربع والنص. لما تكون عايز تجيب اي احتمال الاحتمال من ال بي مثلا يبقى عندك هنا التكامل من ال بي وتقول حط الفانكشن بتاعك اللي هي اكس ل 2 على 5 دي اكس تمام كده؟ فهتقوم جايب النتيجه طبعا لازم تبقى اقل من ايه؟ من الواحد تمام؟ مفهوم شخصي؟ بعد كده عايز الكوميوليتيف. الكوميوليتيف هيبقى التكامل من اقل قيمه لحد الاكس. احنا كنا قايلين الكوميوليتيف عندك من سالب ما لحد الاكس بس هنا هتبتدي بقى ايه؟ من اقل قيمه الاكس اللي هي من ايه؟ من السيرو تمام كده؟ يبقى الكوميوليتيف بتاع الفانكشن دي هيساوي التكامل من صفر ل اكس تمام. ممكن بقى تعبر عن الداله مش اسمه يعني تعمل ايه في الاثنين مش اسمه يعني اللي هو اي حاجه في الفتره اللي فوق دي في بحيث بعد كده لما تشيل كل دي في مكانها ايه عشان ما تلخبطش تمام. يبقى دي هتساوي المفروض دي 2 على 5 هتبقى دي سكوير على 2 زائد 2 تي والتكامل بتاعك من ايه من زيرو لايه؟ من زيرو لاكس يبقى ده تساوي 2 على 5 الفانكشن كله اكس سكوير على 2 زائد 2 اكس تمام يا شمسي. لو انت عايز تجيب ده باستخدام الكوبيليت تمام كده لو عايز تجيب ده باستخدام الكوبيليت الشمسي الاحتمال من ايه لبي باستخدام شخصية كوموليتيف لا يبقى اف عند البي ماينس اف عند الاي تمام كده. يبقى ده لو انت عايز تجيب الاحتمال اللي احنا لسه جايبينه ده شخصية باستخدام الكوموليتيف ده هيبقى عبارة عن ده يبقى اف عند النص شخصية ماينس اف عند الاي عند الربع تمام. السؤال يا جماعة انت عمال تتكلموا ليه؟ شخصية عايز اجيب الاحتمال في الديسا ده عن طريق الكوبريت ده يبقى عباره عن اف عند القيمه الكبيره ما يستفع عند القيمه الايه؟ تمام؟ ده كده الاحتمال عن طريق الكوبريت.
احيانا ممكن الباشمهندس يقول لك استخدام الكومبيوتر هات قيمه الاحتمال ما يقولكش هات كده عادي لو جبت بطريقه عاديه كده التكامل في الربع النص هيبقى خاسر لازم تجيب له الكومبيوتر الاول وبعد كده تعوض بقيه من الكومبيوتر ماشي قال لي الخمسين يعتبر قال لي اعتبر دي عباره عن probability density function تمام كده عايز كنت كي وهتقول لي بعد كده عايز الكوميوليتيف واستخدام الكوميوليتيف هذا الاحتمال قلنا يا شمسين لما يكون دي probability density function لو اتحقق لك الشرط ان التكامل بتاعك الانترفال كلها بيساوي كام؟ واحد تمام كده فنقول هنا يا شمسين التكامل المفروض من سالب مانع موجب مانع يعني فهو تاتي لو قيمه اكس من صفر لايه؟ لواحد فالتكامل من صفر لواحد لكي جذر اكس دي اكس المفروض انت عارف ده بتاع 50 بواحد هنا بس لما يكون عندك ايه؟ هو الكي فهتقدر تجيبه عشان يجيب قيمه الكي انت عارف ان التكامل هنا بايه؟ بواحد فبتعمل التكامل وهتحط القيمه بتاعته بواحد هنا بس لما يكون عندك المساله كلها هو الايه؟ هو الكي التكامل ده مش بسيط وسهل يعني هتزود على اس واحد في اس مع اس جديد وتعوض بايه؟ مره بواحد ومره بايه؟ بصفر الكي بتاعتك دي هتساوي بتلاتة على فين ماشي كده لما تيجي تعمل التكامل ده وتدي تكون فيها تلاقي كده تطلع معاه بتلاتة على فين تمام بعد كده شخصين وعايز الكوميوليتف قلنا الكوميوليتف تقدر تقول هو التكامل من اقل من اكس لحد ايه لحد اكس يبقى من صفر لاكس تمام كده الكي بقى تشيلها من الكوميوليتف اللي هي تلاتة على اتنين جذر تي دي تي بعد شخصين يبقى تلاتة على اتنين جذر تي دي تي يبقى ده يساوي اي 3 على 2 هتبقى تي اس 3 على 2 على كام يا حسين؟ على 3 على 2 هزود على اس 1 واقسم على اس 2 تمام كده؟ والتكامل بتاع يا حسين من صفر لايه؟ لحد الاكس ده هيتم معانا تمام كده؟ فده يبقى لك اكس اس 3 على 2 ناقص خلاص ناقص الزيرو يعني ايه؟ هتروح ماشي يا حسين؟ نعم. أول رأو تاني؟ من أول دي ولا من أول دي؟ من أول خالص؟ هنا شو هنسين بيقول لي بيقول لي دي probability density function تمام كده؟ وعندك كلمة بيقول فيها كي بيقول لي هات قيمة المجهول ده وهات الكوميوليتي. بمعلومات إن أنت عارف إن دي probability density function فأنت عارف إن التكامل بتاعك من أول انترفال لآخرها بيساوي إيه؟ فهتستخدم الايه؟ الخاصيه دي عشان تقدر تجيب الكي. فالتكامل من اول انترفال لاخرها بيساوي واحد. فيبقى عندك بس هو المجهول هو ايه؟ هو الكي. هتقدر تعمل التكامل هتلاقي الكي تطلع معاك من 3 على 2. الكوميوليتيف قلنا هو التكامل من اقل قيمه الايه؟ الاكس لحد ايه؟ لحد قيمه اكس. تمام كده؟ يبقى التكامل بتاعك من صفر لحد اكس. 3 على 2 هشيل الكي واحط مكانها 3 على 2 وهنا جذر تي دي تي. التكامل ده هتزود على اس 1 تقسم على اس جديده يبقى تي اس 3 على 2 على 3 على 2 فده هيتلاشى مع ده تمام كده؟ تعوض عن التي باكس يبقى اكس اس 3 على 2 يبقى انت دلوقتي جبت الايه؟ الكوميوليتيف بتاعك تمام؟ بعد كده بيقول لي استخدم الكوميوليتيف عشان تقدر تجيب الاحتمال ده ان اكس بتاعتك واخده قيمه اكبر من ثلث واقل اكبر اس من 3 من 10 واقل من 2 من 10 يبقى عشان اجيب دي باستخدام الكوميوليتيف شمسين اقدر اقول ان دي تساوي قيمه اف كابيتال عند 2 من 10 ماينس اف كابيتال عند ايه؟ عند 3 من 10 تمام؟ واجي هنا يبقى ده يساوي 2 من 10 الكولوس 3 على 2 ماينس 3 من 10 الكولوس 3 على 2 تمام كده؟ لان الكوميوليتيف اهي اكس واخده بقيمه 2 من 10 ازاي اكبر من 3 من 10 واقل من 2 من 10 نعم ازاي اكبر من 3 من 10 واقل من 2 من 10 لا لا يعني قصدي اكبر من 3 من 10 اكبر من 2 اكبر من 10 اكبر من 2 بالعكس لا تلاقي دي رقم ده ممكن يبقى 1 من 10 اي حاجه ده حاجه الفكره ده مختلف الفكره ماشي طب هاي الارقام دي او اكس احلام معاه يا فكره جايه عشان بس يبقى دي الثلاثه فده يا
مصري انت لازم على فكره لو ما كنتش جبتها بالطريقه دي كان اصعب. لو ما جبتهاش باستخدام الكوموليتي فانا اصعب. انت كنت تقدر تجيب عليه تكامل من 2.10 حتى 3.10 او كده وتجيب له قيمه عاليه. بس طالما عندك باستخدام الكوموليتي يبقى لازم تجيب الكوموليتي الاول وتجيب الايه؟ الاحتمال بتاعه. انت تقدر تعمل بشكل بالطريقه الثانيه ماشي كده؟ ماشي. حد عنده سؤال؟ دائرة اللي احنا بشعوركم ده شخصين كان عندي في المسألة رغم فارق الواحد بس هو اللي اتغير. قيمة اكس ممكن تاخد قيمة واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة. عندي بعد كده شخصين في حاجة اسمها جوينت بروبابيليتي ديستريبيوشن. لما يكون عندي فيه تو راندوم فاريبلز اكس وواي بيتغيروا مع بعض. لما يكون عندي تو راندوم فاريبلز بيتغيروا مع بعض شخصين. تمام كده؟ برضو هيبقى عندك فيه ديسكريت لما يكون الاكس والواي واخدة قيم كاونتبل وهيبقى عندك كونتينوس لما يكون اكس والواي واخدين ايه؟ انترفال. تمام كده؟ الديسكريت شانسين راندوم فاريبل برضو جوينت بروبابيلتي ديستريبيوشن هيبقى برضو نفس الكيسز. يعني عندك السمشن الدبل بقى يبقى دبل سمشن لايه لجميع قيم اكس وواي هيبقى برضو واحد. تمام كده؟ واي احتمال عندك هيبقى اكبر من او يساوي الزيرو او اقل من او يساوي الواحد. تمام؟ هديكم بقى مثال على الـ على الجزء الجوينت ده شانسين. والدكتور يعني دايما بيحب يجيب موضوع الجوينت سواء في الميدترم او الفاينل ماشي كده؟ هيبقى المثال هجيبه نفس الفكره بس مع تغيير بقى الايه الارقام والمعطيات. تمام؟ هنا شخصين بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان عندي في بوكس بيحتوي على شخصين ثلاث قطع من الاورنج ثلاث تفاحات طبعا وثلاثه من البنات. بيقول لي قيمة x كام ده ل50 دي دي هتاخد الارقام هيبقى number of orange و y كام ده ل50 قال لي دي هتبقى عبارة عن عدد الادرس. تمام كده؟ بيقول يا شمسين هيختار عينه هختار عينه من الـ من الـ من الفاكهه دي شمسين هختار اربع قطع من الفاكهه. تمام؟ وقال لي قيمه الاكس كابيتال هي عدد الاورنج والواي كابيتال هي عدد الايه شمسين عدد الادرس. تمام؟ عايز هو بيقول لي هات الجوينت بروبابيلتي ديستريبيوشن بتاع الاكس والواي يبقى اول حاجه طالب مني الجوينت بروبابيلتي ديستريبيوشن. تاني حاجة بيقول لي ايه؟ بيقول لي هات قيمة الاحتمال بتاع الاكس والواي ينتمي الى الاي والاي دي شخصين هي الريجون عندها الاكس والواي ده اكس زائد واي اقل منها او يساوي 2 ركزوا يا شخصين معانا هنا عشان سيف المثال ده ممكن يديك ايه يعني اكتر طريقه الجواب اللي انت شايفه هيديك المثال خاص بالموضوع ده بس نفس الايه مبدا يعني كل شيء عندك طبق فاكهه فيه 3 من الاورنج و 2 من الابلز و 3 من البنات. تمام كده؟ بيقول لك انت هتختار اربع قطع ماشي كده شمسين من الفاكهه دي وقال لي الاكس بتاعتك هتبقى عباره عن عدد الاورنج والواي عدد الادرس. عايز هو الجوينت بروبابيلتي ديستريبيوشن بتاع الاكس والواي. وتاني حاجه بيقول لي هات الاحتمال ان اكس زائد الواي دولت يبقوا اقل من او يساوي 2. تمام كده شمسين؟ الاربع قطع فاكهه شمسين دلوقتي لما تيجي تختار من اربع قطع فاكهه الاحتمال بتاعك الاول هيبقى عباره عن ايه؟ انت دلوقتي عندك كام قطعه يا شمسين؟ عندك كام قطعه في الاساس؟ 8. 8 دول يا شمسين المفروض تختار منهم ايه؟ 4. تمام كده؟ ممكن تختار من الاورنج كام قطعه يا شمسين؟ هتختار منها اكس. خلي الايه؟ اللي انت هتختاره يبقى اكس، يبقى عندك 3 اورنج هتختار منهم اكس. تمام كده يا شمسين؟ و2 من الادرس هتختار منهم واي. فأكيد ثلاثة من البنانة تختار منهم شخصين كام؟ تختار منهم أربعة ماينس إكس ماينس واي.
هو بقيت الاربعة بتختاروا من ايه؟ من اكس واي. يبقى ده شمسين عبارة عن ثلاثة اربعة ماينس اكس ماينس الواي. عارفين دي قد ازاي يا شمسين؟ يبقى دلوقتي عندك الاورنج هتختار منه اكس والابلس هتختار منه واي. فبالتالي البنانا هتختار منه بقيت الاربعة، يعني بقيت الايه؟ بعد ما اخترت من الاربعة دولت اكس واي يبقى الباقي هو ده يا شمسين هو الايه؟ هو البنانا. مفهوم النقطة ده؟ يبقى دلوقتي يا شمسين عندك الاورنج المفروض تختاره منه اكس. عدد يعني الاعداد اللي تختارها من الاورنج هيبقى اكس والاعداد اللي تختارها من الابس هيبقى واي. فبالتالي الاعداد اللي انت تختارها من البنانا هيبقى 4 اللي هو العدد الكلي اللي انت بتختاره ده ماينس اللي انت اخترته من ايه؟ من الابس، من الابس والاورنج. مفهومه ولا ايه؟ اه تمام. فاهم بالنسبه لكم ولا ايه؟ تمام تمام. بعد كده شمسين هتعملوا ايه؟ هتعملوا جدول. احنا اصلا لا يا ابني انا شفت الاول حظايا عارفين يا شوسين كده انا فاهم بس قصدي احنا ما خدناش حاجه اول ما بلاش حاجات يعني ايه مهمه بالنسبه لي ماشي كده وانا بالنسبه له ان احنا مثلا انا ما اعرفش بقى انا مش فاهم كل الترم بيقول لهم الموضوع بس انا مش فاكر بقى ايه اللي نحط هنا عشان سي اكس هنا كده وهنا الواي ماشي كده بس هو مكانهم فين لو غيرت مكانهم هتلاقي الاصدار ضرب ماشي هو علامه اكس عشان سي اللي هتاخدها انت عندك كام اورنج عندي 3 3 ممكن الاكس تبقى ما تختارش خالص اورنج او 1 او 2 او 3 يبقى تاخد قيم 0 او 1 او 2 او كام عشان سي او 3 طيب الابلس يا شمسين هتاخد من 0 لحد ايه؟ 2 لان 0 و1 و2 تمام كده يا شمسين؟ طيب تعالى نشوف احنا عايزين الاحتمال ان يكون يا شمسين هتعمل بقى الجدول ايه؟ هتسطره كده تمام؟ وهنا ليه شمسين ايه؟ احتمال يا شمسين ان اخد 0 من الاورنج و0 من الابلس كام يا شمسين؟ والله مش دي 5 في 4 على 8 في 5 من 5 من 3 3 3 3 لا 3 سي 0 دي 0 ودي 0 هنا يا شمسين الاحتمال ده هيبقى 0 ليه بقى؟ لان انت المفروض تختار اربع قطع فتحة فغصب عنك لازم منهم حاجه من ايه؟ من الاثنين دول عشان هنا دول 3 بس 3 بنات فدايما القطعه الرابعه لازم تبقى حاجه من هنا وحاجه من هنا فما ينفعش الاثنين يبقوا 50 يبقى 0 يبقى تبقى بايه؟ 0 تمام كده؟ نعم. طب وانا ما ينفعش اقول ان انا ممكن اختار صفر ابلز بس او صفر بنانا بس او صفر اورنج بس ما هو ده اللي احنا بنعمله بس احنا بنعمل بقى الجدول لا هندسه ما هو ده بس كده يعتبر مش هينفع ما هو الاحتمال ده يا شمسين هيبقى صفر ابلز بس بس اربعه قطع انت عندك الاورنج ثلاثه بس والابلز اثنين بس ما ينفعش اخد واحده منهم بس صفر مش لازم الاثنين انا قصدي بقى الجدول لا انا بقول لك هنا دي صفر ودي صفر اجتمعوا مع بعض يعني هي هتكمل في الحالات بقى واحنا نازلين يعني صفر واحد صفر اثنين صفر ثلاثة. ما كانش شمسين معايا. هنا شمسين احتمال انت تجيب صفر اورنج وواحدة من الابل هيبقى كام يا شمسين؟ ثلاثة يبقى ثلاثة سي زيرو يبقى الاورنج ما اختارش منها حاجة واثنين سي واحد وثلاثة سي ثلاثة على ثمانية سي أربعة. ثمانية سي أربعة دي هتبقى ايه؟ ستة معايا في الأول. بعد كده شوف سي احتمال انا اختار 0 من الاورنج و2 من الابل يبقى تبقى عباره عن 3 سي 0 2 سي 2 و3 سي كام يا شمسين؟ 2 سي 2 على 8 سي 4 يبقى احنا خلصنا الصف ده نيجي هنا شمسين واحده من الاورنج و0 من الايه؟ من الابل يبقى عايد على 3 سي 1 2 سي 0 3 سي كام يا شمسين؟ 3 على 8 سي 4 هنا واحده واحده واحدة من الاورنج واحدة من الشمسين من الابل يبقى 3 سي 1 3 2 سي 1 3 سي كام شمسين؟ سي 2 على 8 سي 4 تمام كده؟ وهكذا هتكمل ايه؟ التيبل بالطريقة دي طيب هل يا شمسين ان انا اختار 2 من الابل و3 من الاورنج هل ده موجود؟ لا لانك انت اصلا بتختار 4 فبالتالي ده يبقى شمسين بكام؟ ب 0 فده يبقى ب 0 انت
لو انت جمعت جميع الفان ده شخصين الفان دي كلها وبتاع وجمعت التابل ده كله لازم القيمه هتدي كام؟ واحد. جميع الاحتمالات بتاع التابل ده شخصين هتديك واحد. تمام كده؟ جميع الاحتمالات في التابل ده هتديك ايه شخصين؟ واحد. هتديك واحد. تمام كده؟ ده كده بالنسبه لاول ايه؟ لاول جزئيه. انت المفروض على فكره ما تسيبش المساله بس يعني لازم تجيب النتيجه بتاعتها بالقلم. ماشي؟ ما تسيبهاش يوم كده. يعني هتعمل التابل ده مرتين، مره وتحط فيه خمس هات والمره الثانيه هتكون جايب النتيجه دي بتاعتها بالايه؟ بالقلم. عشان تعمل تشيك لازم تجمع كله والنتيجه بتاعتك هتديك ايه تفصيل؟ واحد. بيقول لي يا شخصين عايز قيمه الاحتمال. لو كان عندي الاكس والواي مجموعه اكس والواي اقل من او يساوي الاثنين. هنا يا شخصين في الجزء ده لازم تكتب له اللي انا اقول لك عليه ده. مش ما ينفعش تكتب له النتيجه على طول، لازم تقول له ايه؟ الاحتمال بتاع اكس وواي ده. ال x زائد ال y اقل من او يساوي الاثنين ده اللي اشترك معاه f عند 0 0 وال f زائد f عند 0 1. ما هو دلوقتي بيقول لك مجموع ال x وال y اقل من او يساوي 2 يبقى 0 و0 موجوده معاك، 0 و1 موجوده، 1 و0 مش عارفين برضه موجوده، f عند ال x 1 وال y 1 برضه ايه؟ موجوده معاك، وقيمه f عند ال x 0 وال y 2 وقيمة f عند ال x ب 2 والواي ب ايه مش هنسين؟ 0. لو كنت عايز تلاقي ايه المجموع في كل الحالات دي اقل من او يساوي كام؟ 2 مش هنسين. فاهمين الرقم ده جاي منين؟ بيقول لي عايز الاحتمال سمشن x وواي اقل من او يساوي 2. فانت عندك 0 و0 موجود معاك، 0 و1 و1 و0 و1 و1 و0 و2 و2 وايه و0. هو بقى ممكن يغير يعني مثلا يخليك x ناقص الواي اقل من مثلا 2 مثلا ماشي كده، او يقول لك مثلا اكس زائد الواي اقل من او يساوي 3 اقل من او يساوي 1. هيغير في الحاجات دي بقى. تمام كده؟ وهنا هيغير مثلا في الاصناف ويغير في الاعداد. ماشي يا حسين؟ بس السؤال من السنه يبقى نفس الجدول. تقدر تكتب الفانكشن دي كده وتجيب جميع الاحتمالات بتاعتك من خلال الايه؟ القيمه اللي انت كاتبها كده. طب وانت كاتب ماشي؟ نعمل بس. بعد كده ده المهم يا شمسين تكتبه، لو ما كتبتش ده وعوضت الناتج على طول هيبقى اصلا درجه. لو كتبتش الناتج على طول هيبقى اصلا درجه. بعد كده بقى هتجيب الايه؟ الفريم بتاع دي من التيبل. عند صفر وصفر كان بكام يا شمسين؟ كان بزيرو. بدل ما زيرو زائد عند الاكس بصفر والواي بواحد يبقى هتجيب النتيجه دي وتحطها وهتجمعهم كلهم يعني. ماشي؟ مفهوم ولا لا؟ مفهوم يا زيرو. لا انت مختار بقى 8 مختار منهم 4 ماشي كده؟ دي بتاع السياكه بس فرق الكومبينيشن يعني بتعمل هنا دي العدد الكلي وانت اخترت كام؟ وهنا العدد المفروض انت اخترت منه كام؟ ماشي كده؟ 50 هو الدكتور واقف لحد فين؟ تاكل الجوينت وقفنا عند الكورونا كده.